السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. اليوم تغطيتنا الخاصة من وسط كربلاء المقدسة بالقرب من ضريح سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين وأخيها أبا الفضل عباس. هكذا تشاهدون زائرين الإمام الحسين، أتوا من جميع بقاع العالم إلى هذه البقعة الشريفة ألا وهي كربلاء المقدسة. مثل ما تشاهدون هذه الجموع المليونية أتت من كل البلاد ومن كل البلدان إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين وأخيها أبا الفضل العباس. أكيد ننوه أنه بعد قليل إن شاء الله راح يكون معرض على شهداء البحرين، بعد قليل إن شاء الله راح ندخل أنهم لجوا ونشوفكم أنه المعرض ما هو، أنه الصور المعروضة فيه وما هي اللوحات المعروضة في هذه المعرض ومن هو المقيم على هذا أنه المعرض. اليوم احنا نشوف انه المواكب الحسينيه والخدمات الحسينيه اتت من جميع محافظات العراق ومن جميع دول العالم الى خدمه سيدنا ومولانا ابا عبد الله الحسين واخيها ابا الفضل العباس. نشوف انه المواكب موجوده، نشوف انه الموكب الايراني والموكب البحريني والموكب اللبناني وحتى مواكب فلسطينيه انه موجوده، ووفود فلسطينيه دخلت من باقي البلدان الى كربلاء المقدسه لاحياء هذه الذكرى المليونيه. واكيد احنا نشوف يعني بالاضافه الى انه الزائرين مو فقط انه اليوم المسلمين، انه اليوم شفنا حتى زياره الأربعين بها انه المسيح والصابئه والسنه والشيعه، هذا دليل على انه الحسين يجمعنا، الحسين هو درس للوفاء والبطوله والتضحيه، كل هذا انه دروس تعلمناها من سيدنا ومولانا الامام الحسين عليه السلام. ونشوف كل طوائف المجتمع العراقي انه جت الكربلاء لهذه الاحياء هذه الذكرى الا وهي ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ونشوف أنه من الشبكة والشبك والأزيدية والصابئة كلهم أنه أجوا اليوم الكربلاء فقط أنه حتى يحيون هذه الذكرى الأليمة لا وهي ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأخيها أبا الفضل العباس. ونشوف أنه أكيد أنه اليوم القوات الأمنية كل الشكر والتقدير لهم طبعا انه على اهب الاستعداد الى زياره الأربعين. اليوم نشوف انه الفرق الاسناد اللي داخله من جميع المحافظات الى كربلاء المقدسه، ونشوف طبعا انه هذه إن الخطه اليوم باشراف مباشر من قبل دوله رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني والسيد عبد الامير الشمري وزير الداخليه، اشراف مباشر من عندهم. يعني شوف انه صارهم انه يومين او ثلاثه انه مقيمين بكربلاء المقدسه لاشرافهم على الخطة المليونية والزيارة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر. وأكيد أنه لا ننسى أنه الدوائر الخدمية والدوائر الصحية التي شاركت من باقي المحافظات في كربلاء المقدسة من مديرية بلدية الأنبار والعمارة وبغداد وبابل والنجف، كل المديريات شاركت بهذه الزيارة المليونية. ونشوف أنه كربلاء بدأت تتسع، هذه الجموع المليونية، جموع من الزائرين من جميع أطياف المجتمع العراقي، من جموع الديانات اللي أنه موجودة كلها جمعت على حب الإمام الحسين عليه السلام. ونشوف الآن نلتقي بإحدى خدمة الإمام الحسين وإحدى زائرين الإمام الحسين، ونشوف ما رأيه بهذه الزيارة المليونية وبهذه الخدمات التي قدموها مواكب الحسينية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله وأعظم الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية وبالخصوص شيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل وهو انتصار الدم على السيف. نحن محاط ميسان قضاء المجر الكبير، موكب هيئة أنصار الحجة ابن الحسن. تأسس هذا الموكب سنة 1932 وأعيد تنظيمه سنة 1998 في وقت النظام الجائر الظالم. كنا بذاك الوقت احنا نأدي الخدمة، والآن من بعد السقوط بسنة هذا المكان مال الموكب مالنا، بقينا صارنا تقريبا 20 سنة خدمة لأبو عبد الله الحسين. نقدم جميع الخدمات من تم المرقة، نسوي الكباب والعصائر، والحمد لله والشكر. زين حجي، شنو الخدمات اللي تقدموها للزائرين؟ والله الخدمات عندنا منام ان شاء الله، وبالغداء عندنا نسوي وجبه، وبالعشاء وجبه مال كباب نسوي مشويات، يعني العشاء دائما مشويات تكون. احنا دائما احنا نقول انه اكفد سؤال دائما دا اكرره على الزائرين، ما تعبتوا؟ الحر ما وقفكم؟ التعب ما وقفكم عن خدمه الحسين؟ سلام الله عليك يا ابو عبد الله. سلام الله. أبو عبد الله روحنا في دولة، كلنا في دولة أبو عبد الله.
شلون تعب؟ شنو شعورك عندما تخدم الإمام الحسين؟ والله أنا عندي عملية جاي أسوي وتعبان، بس من أجي للموكب لا كله يزيح إن شاء الله، كل هم يروح من عندي وكل تعب يروح وكل مرض يروح. والله العظيم جيت على عكازه وحق هو الحسين، على عكازه جيت واستذبيت عكازه. تسمع كل الدول والله والله وخلاص وصل إلى آخر بقعة بالعالم أن نشوف خدمة الحسين، ما وقفهم لا مرض ولا حر ولا تعب ولا كل شيء، وقفنا عن خدمة الحسين. سلام الله عليك. الله يسلمك. احنا زين انه سؤال اخير حجينا اليوم، انه احنا نشوف قبل ان ما تشرف انتهاء الزياره اخر يوم، شنو شعوركم عندما تشيلون المواكب وترتحلون الى محافظه؟ والله مأساة، والله العظيم نقعد بتشاده نمشي تنتهون. اي ما نتحمل الموقف، ودنا نكون السنه كلها نخدم، واحنا نجي بشعبانيه بجميع المناسبات نصب احنا شادر ونخدم في كل المناسبات، بس بالأربعين لا إلها فد طعم خاص، الأربعين هي طعم خاص، ما نمل ولا نتعب، والله العظيم نوم ماكو، الله شاهد رسوله، أكل ما ناكل شبعانين نحس، من نشوف الزار ونقدم للخدمات نحس إحنا من يمنا شبعانين وراوين من كل شيء. لمن تهدون هذه الخدمة الحسينية يا حج؟ هاي لمن نهديها؟ الحبيب قلوبنا الحسين، الريدة شفيع الدنيا وشفيع الآخرة. احنا اليوم نشوف انه اكو هوايه انه ما قدروا انه يجون يادون الزياره، ممكن اللي خارج البلاد، ممكن اللي منع مرض، ممكن جرحانه، ممكن انه مرضانه، شو توجهوا لهم كلمه اللي ما قدروا انه يجون؟ والله اول شيء ان شاء الله ندعو بجاه ابي عبد الله الحسين ان يشافي ويعافي كل مريض، وان شاء الله خلي في اقصى البلاد اذا قال السلام عليك ابا عبد الله هو يوصل ان شاء الله، هو زائر ابا عبد الله من اي مكان كل بقاع العالم، منين ما يقول السلام عليك ابو عبد الله ان شاء الله واصل زيارته، وندعي لهم بالشفاء ان شاء الله. شو توصلون انه رساله للي يبثون الفتنه والطائفيه؟ هذول هاي خسرانين دنيا واخره، هذول مثل ما يقول اكو احنا عباره نقول ذولا مضغوطين. اريد نوجه لهم رساله احنا حجي. نقول لهم الحسين باقي الى الابد، الحسين ما ينتهي. وكلمة لبيك يا حسين تبقى إلى يوم القيامة. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. خسرانين ذولا، خسرانين دنيا وآخرة، ما عندهم شيء، شو يسوون؟ ما عندهم شيء. مش قد بلشتوا بالخدمة كم يوم حج؟ والله إحنا صار لنا اليوم 7 أيام. بس أنا جاي قبل 15 يوم نصبنا وجهزنا أمورنا، بس الخدمة بدينا اليوم صار لنا 7 أيام، لأن أول أيام كانت الزيارة شوية مو هيك عدد. فقاعد نتضاعف وإحنا بالذبائح نتضاعف وبالخدمة نتضاعف قاعد. زين شلون تشوفون هذه السنه انه زياره حشودها ودخولها الزائرين اكثر من السنه انه الماضيه؟ والله مولاي هي بالنسبه لكربلاء، كربلاء العالم. نعم. وفي كل سنه قاعد يزايد، يعني انت شوف مكه بعظمتها شوارعها وجسورتها ونفقاتها وهي 2.5 مليون ويطون ضحايا وخسائر وصلوات على محمد، احنا يمكن بس هذا شارعين شوفها بعينك وشوف الملايين ملايين الزوز سنه على سنه قاعد يزود. اللي انه اريد نوصل انه للساده المشاهدين اليوم نشوف انه احنا كربلاء ممكن هي اصغر محافظه. صحيح. شلون بدها تتسع انه هذه الكم الهائل من الزائرين تصل الى 20 و 25 مليون كل سنه؟ مولاي سيلوا احد المراجع الروحانيه العظام. نعم. قالوا له سيدنا كربلاء 4 خطوط، هي 4 شوارع كربلاء. واصغر محافظه تعتبر هي بالعراق. زين هاي شلون تتسع؟ يعني لو تقيس انت على الكيلو او على المتر المربع يعني العقل ما يستوعبها. قال لهم ابني مولانا، قال له الله سبحانه وتعالى يوسع الارض، ارض كربلاء الله سبحانه وتعالى يوسعها، والا هاي الجموع تعال خلي هسه اكبر دوله، اكبر دوله غنيه يقدر ياكل ويشرب وينوم هذه الجموع 20 مليون، منو يقدر؟ خلي اعظم دوله اليوم، بس غير معجزه الهيه بحب الحسين وكرامه لابو عبد الله الحسين يسوي الارض توسع، الاكل ببركه، الماء ببركه، يعني كل شيء ببركه يصير. دائما سؤال احنا نعرف جوابه، بس اريد نوصله للامه الاسلاميه، شنو السبب اللي تقدر تخدمون حج؟ والله خدمتنا اول شيء خدمتنا لابو عبد الله نترجى بجاهه عند رب العالمين الشفاعه، لان الامام الحسين هو عزيز الله وحبيب الله، الحسين اعطى كل شيء في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى اعطاه كل شيء، اعطاه الشفاعه والتربه في شفاءه، ما كل يوم واحد، مو بس الشيعه، لا والله ثق بالله التقي باصدقاء سنه بامريكا مسيح حتى اليهود، معاجز صارت على كل مستوى العالم، ابو عبد الله رحمه، الحسين لكل الناس لكل الناس درس للوفاء والشهاده والبطوله اي بارك الله، الامام الحسين كل شيء،
كل شيء الإمام الحسين. الحمد لله وشكرا. الله يحفظكم. ربي يوفقكم على هذه الخدمة حجينا. نشكر إذاعة الأيام وبارك الله بكم وأعضاءكم الأجر إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمكم. شوفون أحبة مشاهدي قناة الأيام الفضائية، تشوفون هذه الخدمة المليونية، تشوفون هذه الجموع المليونية التي أتت من جميع بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة، إلى كربلاء الحسين. إحنا دائما نرجع ونقول بكل تغطية إنه إحنا كربلاء نوصفها بالخيمة الكبيرة التي يستظل تحتها جميع دول العالم وجميع محافظات العراق تحت هذه القبة، ألا وهي قبة أبا عبد الله الحسين وأخيها أبا الفضل العباس. ونشوف إحنا أنه اليوم نشوف الإيراني والكويتي والسعودي واللبناني والفلسطيني كلها اتجهت نحو هذا المرقد الشريف، ألا وهو مرقد سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين. ماخذين فاصل وراجعي لكم. اليوم أن الكوادر الطبية والكوادر الصحية المستشفى الموجودة في مستشفى الفرات الأوسط حقيقة عمل كبير جدا اللي تقوم به. أنا شاهد اليوم، أنا أعطيكم كمثال واحد لأن أنا أقرب مكان إلى موقع كادرنا هو مستشفى الفرات الأوسط اللي هو تابع إلى محافظة النجف الأشرف. حقيقة عمل كبير جدا. الكوادر الصحية تقول هذه السنة أن وزارة الصحة وبشخص معالي وزير الصحة حقيقة تعليمات صارمة وشديدة إلى عمل دؤوب حقيقي يخدم اليوم الزيارة الأربعينية وتقديم خدمات لمدة 24 ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ورحمة الله. يسلمكم الله. يحفظكم الله. من وين؟ من محافظة النجف الأشرف. اليوم بديتوا تمشون؟ إن شاء الله. صار لكم من كم ساعة يعني تقريبا؟ تقريبا 3 ساعات. نعم. كم سنة زرت الأربعين؟ هاي السنة 20 إن شاء الله. يعني نقول من 2003 لليوم. إن شاء الله. إن شاء الله. رأيك بالزيارة؟ والله يعني شعور ما يوصف. أنا دعائي يعني من طلعت من محافظة النجف ولحد إن شاء الله ما أوصل كربلاء وأزور سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس، دعائنا إن شاء الله للزائرين وللخدم بالصحة وبالعافية ويديم علينا نعمة الإمام الحسين. هاي نعمة يعني مو يعني حقيقة أنا من أحكي ما أتحمل أبكي. يعني علي أشوفه بالطريق ونستذكر مصائب السيدة زينب عليها السلام ومصائب الأطفال واللي مر عليها، فنسأل الله بحق هذه الذكرى. يعني اللحظة الأولى لما تدخلين إلى مثلا ضريح الإمام العباس شنو الشعور؟ ما أقدر أوصف لك. ما أقدر حقيقة ما أقدر. شيجي على بالك؟ يعني فشعور مو طبيعي ينتابني، سباية السيدة زينب عليها السلام، الأطفال، عطش الصغار، مصائب اللي مرت على زينب ما مرت على أحد. يعني اليوم أنت أكثر شي راح تواسين السيدة زينب. والله يعني أنا حقيقة شعوري ينتابني، يعني لو كل ما أملك أضحي للسيدة زينب ما نقدر نوافي جزء بسيط من اللي قدمته جبل الصبر. ونسأل الله قبول أعمالنا وأعمالكم وشفاعتهم بالدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد. غالية بس ما ترخص لقضية الإمام الحسين. شكرا جزيلا ونسألكم الدعاء. يسلمكم يحفظكم. دعائي لكم إن شاء الله. يسلمكم يحفظكم. الله يسلمكم. أحبة المشاهدين، هذه الدموع اليوم أصدق من ألف كلمة وتعبير. يعني الحقيقة الزائرين اليوم دا أشوفهم عبارة عن كتل عاطفية تسير إلى كربلاء. أحبة المشاهدين طبعا ننتقل إلى الزميل كاظم الحاوي من محافظة البصرة منفذ الشلامجة. ابقوا ويانا. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز ظفر، وشكرا لقناة الأيام الفضائية على هذه التغطية المستمرة من منفذ الشلامجة. أيضا نرحب بكم ونسلط الضوء على هذه الحركة الدؤوبة والمستمرة من قبل المواكب الحسينية وأيضا من قبل المنافذ الحدودية التي تعكف على إدخال الزوار وإخراج الزائرين أيضا على مدى 24 ساعة مستمرة بلا توقف. معي أيضا أحد الأساتذة الموجودين في المواكب الحسينية وأيضا الذين يخدمون الزوار بكل ما أوتوا من قوة من أجل العمل على خدمتهم وراحتهم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الله حبيبي. حضرتك على أي شيء تركز عملكم داخل المنفذ؟ طبعا التركيز داخل المنفذ هو تقديم الخدمة للزوار، الزوار أبي عبد الله الحسين. هذه الخدمة طبعا كل العراقيين باشروا بهذه تقديم الخدمة، ولو هذه الخدمة اللي قدمها يواش فالشيء بسيط وقليل نقدمه للزوار، وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظن الإمام الحج عبد الله فرجه وعند حسن ظن الأئمة المعصومين بهذا الحدث العظيم والكبير.
باعتباركم انتم احد المصورين الفوتوغرافيين، هل كان لكم نشاطات فعاليات؟ طبعا نشاط رصد احنا بالبصره كان عندنا نشاط بدا من راس البيش الفاو الى كربلاء المقدسه. نعم، خرج وفد من المصورين البصره كل عام طبعا نباشر بهذا العمل الفوتوغرافي، نوثق المسيره المليونيه من راس البيش الى كربلاء المقدسه. نعم، وهذه الرساله طبعا جلال. هي الصوره كرساله نقدمها للعالم، كرساله نوضح العالم مدى حب شيعة أمير المؤمنين. نعم، لهذا الحدث العظيم. صورت بعض اللقطات الجميلة، صورنا لقطات عديدة، أكثر لقطات مؤثرة كانت، أكثر لقطات نشوف الأطفال بعمر الورود يقدمون الخدمة للزائرين الكرام، وهم حفاظ، وهم حفاظ هذا الحار. ومع ذلك لاحظنا في المحافظات الجنوبية الناصرية والسماوية لما الزائر تقضي من محافظة يخرج المحافظة ظل خطية خادم الموقف يبكي وينقهر لأن الزوار انتهوا، وتشوفه يلاحقهم إلى أنا بوصلوا لكربلاء. كربلاء شكرا على هذه الخدمة. شكرا جزيلا ابو سجاد. اهلا وسهلا. ايضا نتقدم بشكر جزيل لاصحاب المواكب الحسينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله اجر. عظم الله اجركم ان شاء الله. كيف مشاهداتك وكيف تنظر الى زيارتك وخدمات يتقدمونها بالمواكب الحسينيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعتباركم احد مواكب الحسد. احنا هنا احد مواكب الحسد المتواجدين في منفذ الشلامجه. تكون الخدمة عندنا 24 ساعة، الخدمات متواصلة صباحا وليلا وظهرا، تقديم كافة الوجبات وكافة الخدمات التي يحتاجها الزائر. نحن هنا نخدم الزوار أخوتنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادمين داخل العراق، قادمين إلى العراق، فتكون الخدمات في كافة الوسائل، خدمات حتى الخدمات الطبية، المأكل، المشرب، المبيت، كل الخدمات متوفرة لدينا هنا. نعم، أكو شيء ملاحظة عندنا ملاحظة واحدة فقط، وهي ينقص المنفذ، ينقص شغلة واحدة، أكو تجينا هواي أمور، اللي ضايع جوازه، اللي ضايع منه أطفاله، اللي ضايع عوالته، تعرف النساء كبيرات السن والرجال كبيرين السن، دائما يضيع عندهم أطفالهم. فهاي الخدمة ما متوفرة عندنا بالمنفذ، محتاجين هاي الخدمة إن شاء الله تنفذ عندنا هنا بالمنفذ إن شاء الله. كيف تنظر إلى الخدمات اللي تقدمها الحكومة للمنفذ؟ هل المنفذ يعني وضع زين أم وضع بائس يحتاج إلى تطوير؟ الوضع بائس صراحة، يعني يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى تطوير. السنة القادمة كل الجهود المتوفرة داخل الشلامجة، جهد الحشد والمواكب الحسينية فقط، ماكو اي دعم من الحكومه. نعم، شكرا جزيلا. شكرا. ايضا نتحول الى الاخوه الاعزاء في فرقه العباس القتاليه، ونتعرف اول مره على الاسم الكريم. صفاء عبد الزهره، مسؤول وحده البصره، مواكب الدعم اللوجستي التابعه للعتبه العباسيه المقدسه في فرقه العباس. كيف هي الخدمات اللي تقدمونها؟ والله احنا الحمد لله لليوم الحادي عشر على التوالي متواصلين تقديم الخدمات ليلا ونهارا الى الزائرين، اللي تتضمن اولا من الصباح الباكر وجبه الافطار، وبعدها وجبه الغداء، والعصر مستمره طبعا هاي الشربت والوجبات الخفيفه اضافه للعشاء. أيوة. والطعام مستمر تقريبا 24 ساعه. الان هناك معاناه في قضيه الخدمات الصحيه اي طبعا احنا مو الطبيه، الخدمات نعم الصحية. نعم نعم طبعا هاي البارحه كانت اكو زياره لسماحه الشيخ ميثم الزيدي قائد فرقه العباس. نعم، القتاليه، وصار توجيه ان شاء الله على السنه القادمه، لان هذا الموضوع تعرف يعني هالسنه اكتشفوه عانوا من عنده، فصار توجه ان شاء الله لبناء ماي ماكو بالمنفذ. الماء طبعا انت تعرف الماء هو لانه هذا التناكر اي طبعا، لانه المنفذ ما يمتلك مصدر للمياه، فصار توجيه ايضا من قائد فرقه العباس القتاليه على حفر بئر ارتوازي ومحطه تصفيه ان شاء الله. طبعا القناه موجوده قريبه، بس تعرف هو هذا المنفذ هو جهه حكوميه، يفترض انه يكون يعني ثقل الدولة في هذه الأيام يكون هو داخل المنفذ لتقديم الخدمات اللوجستية. نعم. طبعا يعني احنا حتى لا نبخس حق الأخوة العاملين في محافظة البصرة أو دوائر البصرة عامة، كلها جاي لا وكلهم جاي يقدمون خدمات بالمتيسر، لكن تعرف هو توفر الماء بالتناكر طبعا لا يغني عن الإسالة. اي نعم.
شكرا جزيلا. اي الله يخليك، رحم الله والديك. لا ان شاء الله هم مركز التائهين مثل ما تفضل مركز التائهين. طبعا هذه السنه الجايه احنا خلينا برنامج نعم نعم المفقودين والمفقودات التعريفيه بالنسبه للاطفال، نفس اللي احنا نسويه بكربلاء، عندنا مراكز لا دا اشرطه لل حياكم الله موفقين وفق الجميع، نسال الله القبول. طبعا هناك جهات سانده كثيره، شكرا جزيلا لكم، جهات سانده كثيره تقوم بخدمه هذا الموكب مثل شركه نفط البصره، ايضا ارسلت العديد من تناكر الماء لخدمه الزوار، وزاره الصناعه والشركه العامه للاسمده الكيميائيه في محافظه البصره المنطقه الجنوبيه ارسلت اكثر من 30 حافله لنقل الركاب من المنفذ الى خارج المنفذ. الان الحشد الشعبي يهيئ سيارات او منشات وعجلات عديده بالعشرات من اجل نقل الزائرين مجانا الى العتبات المقدسه، الى النجف الاشرف والى كربلاء المقدسه والى بغداد والى سامراء، وهذه خطوه جدا يعني عظيمه. ايضا لا يفوتنا انه يوجد في هذا المنفذ خدمه طبيه موجوده ولكنها بعيده نوعا ما، واحدة 3 كيلومتر، هي تابعة للحشد الشعبي وأيضا لمديرية صحة البصرة، لديها مستشفى متكاملة متنقلة في داخل المنفذ، أيضا تستقبل الحالات الطارئة والحالات الصحية. ابقوا معنا، وهذه التغطية المباشرة من قناة الأيام الفضائية لخدمة الزائرين. لبيك يا حسين. بالأحرار الإمام الحسين عليه السلام، ما زلنا وإياكم وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية من داخل منفذ زرباطي الحدودي، وهذه الأعداد المليونية من الزائرين الوافدين عبر هذا المنفذ باتجاه كربلاء المقدسة. إلى حد هذه اللحظة وبحسب هيئة المنافذ الحدودية وإدارة منفذ زرباطي الحدودي، أكدت دخول أكثر من 1,250,000 زار إيراني خلال 10 أيام الماضية إلى حد هذه اللحظة. خلال 24 ساعة الماضية تم دخول 170,000 زار إيراني، من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يرتفع هذا العدد إلى قرابة 3 ملايين زائر إيراني، أي 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ باتجاه كربلاء المقدسة. المنفذ يعمل على مدى 24 ساعة وعلى قدم وساق من أجل تسهيل عملية دخول هذه الأعداد الكبيرة، هذه الأعداد التي تقدر بملايين الزائرين الإيرانيين. جميع هؤلاء الزائرين يمرون عبر محافظة واسط باتجاه كربلاء المقدسة. المنفذ قام بمضاعفة يعني عدد الحاسبات التي تستقبل الجوازات، اليوم تتم عملية الدخول عبر ختم الجواز، ختم الدخول، وأيضا في حال المغادرة يعني يتم ختم الجواز بختم المغادرة. طبعا المغادرة بدأت مبكرا هذا العام، تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة منذ 10 أيام، إلى حد هذه اللحظة أكثر من 300,000 زائر إيراني غادروا البلاد عبر منفذ زرباط الحدودي. أيضا بالنسبة للزائرين الأجانب تم تحويل حركتهم باتجاه منفذي الشيب والشلامشة. أيضا يعني هنالك عملية نقل يعني ايضا تجري لهذه الاعداد الكبيره، عمليه النقل ايضا تجري على قدم وساق، يقومون يعني بنقل الزائرين من المنفذ الحدودي باتجاه مدينه الكوت عبر يعني السيارات التابعه الى جامعه واسط، وايضا الجهد الهندسي الخاص بديوان المحافظه. كل هذه الاليات جمعت وتضافرت جهودها تحت يعني خليه زياره الأربعين من اجل تسهيل يعني عمليه نقل الزائرين من مدينه الكوت الى يعني كربلاء المقدسه. ايضا هنالك باصات وسيارات يعني خاصه ايضا داخل المنفذ تقوم بنقل الزائرين من المنفذ الحدودي باتجاه كربلاء المقدسه. هنالك العديد من المواكب الحسينيه ايضا تعمل على مدى 24 ساعه من اجل تقديم الخدمات للزائرين من الطعام والشراب واماكن الاستراحه. يعني هنالك بعض المواكب قد تقدم يوميا اكثر من 5,000 او 10,000 وجبه لكل موكب، يعني وجبات الطعام ايضا يعني اوقات الطعام يقدم 6 مرات وربما 8 مرات في خلال ال 24 ساعه، يعني حتى بعد الساعه 12 ليلا يعني يستمر تقديم الطعام للزائرين، سيما انه العديد من الزائرين الايرانيين حولوا يعني مسيرهم من النهار الى المساء، يعني في اوقات متاخره من الليل يتم عبور المنفذ ومن ثم الوصول الى كربلاء المقدسه نظرا لارتفاع درجات الحراره، يعني الزائرين حولوا مسيرهم نحو يعني المساء. فيما يخص الحركه التجاريه في المنفذ تم ايقافها خلال هذا الاسبوع نظرا للزخم الكبير يعني من ورود يعني هذه الاعداد الكبيره، هذه الاعداد المليونيه من الزائرين. على الصعيد الامني قياده شرطه واسط قامت بتفريغ 3
رخصه مستنفى بكافه طاقاتها من اجل الحفاظ على سلامه المواطنين، ايضا يعملون على تخفيض سرعه العجلات قدر الامكان في الشوارع الخارجيه يعني الطرق الرئيسيه ما بين الاقضيه والنواحي. تم وضع عده مطبات وفي كل مطب هنالك يعني دوريه تابعه للمرور تعمل على خفض سرعه يعني السيارات لتلافي يعني وقوع الحوادث المروريه لا سامح الله. ايضا يعني على الصعيد الصحي دارت صحه واسط قامت يعني بتفريغ اكثر من 90 سياره اسعاف ايضا على طول طريق الزائرين من جنوب المحافظه وحتى يعني باتجاه يعني محافظه بابل وايضا المناطق الشماليه من المحافظه قضاء الصويره وقضاء العزيزيه باتجاه ناحيه المسيب. هناك اكثر من 80 سياره اسعاف منتشره على هذا الطريق وايضا اكثر من 120 مفرزه طبيه ثابته ايضا تابعه لدوائر صحه واسط. ايضا هيئه الحشد الشعبي قامت بنصب مستشفى متكامل في بوابه المنفذ الحدودي بسعه 50 سرير لاستقبال الحالات الحرجه، حالات يعني المرضى ايضا الذين يتعرضون للحوادث المرورية لا سامح الله من الكسور والكدمات أيضا يتم إسعافهم في هذا المستشفى. وأيضا هنالك مفرزتين طبيتين أيضا تابعتين إلى هيئة الحشد الشعبي، واحدة في قضاء البتار والأخرى في قضاء يعني طريق ما بين النعمانية وأيضا قضاء المالح التابع لمحافظة بابل. أيضا يقدمون الخدمات الطبية على مدى 24 ساعة بتنسيق عالي مع دارت مع الجانب الإيراني يعني في حال يعني وقوع يعني إصابات خطرة لا سامح الله يتم إخلاءهم إلى الجانب الإيراني من أجل تقديم الخدمات الصحية وايضا الخدمات الطبيه لهم. كما ذكرت لكم المنفذ يعمل على مدى 24 ساعه بكافه طاقاته ولم يحصل اي زخم داخل المنفذ، يعني زخم اقصد عند يعني شبابيك الجوازات، يعني هنالك انسيابيه في عمليه دخول الزائرين كما تشاهدون خلفي، يعني الحركه مستمره، يعني لا يحصل هنالك توقف او زحام داخل المنفذ. الان اترككم اعزائي مشاهدي قناه الايام وهذه اللقطات المباشره من داخل منفذ زرباط الحدود لعمليه دخول هذه الاعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين. لزيارة سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين بزيارة الأربعينية، ومثل ما تعرفون احنا بشارع يا حسين بمحافظة الحلة، هذا المكان يعج بالمواكب خصوصا وأنه فقط خاص لزوار أبو عبد الله الحسين وبالتالي أيضا خاص للمواكب. حجينا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قواك الله. رحم الله والديك. المعنويات الحمد لله عالية إن شاء الله. فول احكي لي تاريخ هذا الموكب، ايش وقت بدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هذا الموكب حقيقة بعد سقوط الطاغية رأسا أسس هذا الموكب. 2003؟ نعم. 2004؟ لا 2003 كان أول شيء كان اليوم العاشر للطاغية، ولكن الأربعين كانت إن شاء الله لشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن كانت الأمور حقيقة متخوفة ومترددة، لكن إن شاء الله أقيم مجلس الحسين سلام الله عليه. واستمريتوا من السنة لهذه السنة؟ نعم. ذاك البيت لكم؟ الحمد لله إن شاء الله هاي القاعة عدة قاعات موجودة لخدمة زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. بديتوها بسطية بهيش كلام؟ الحمد لله والشكر دعم الناس الطيبة الخيرة. قصدي بداية التأسيس. نعم حتى في بداية التأسيس دعم من الناس الخيرة الطيبة جزاهم الله خير الجزاء. أقيم هذا الصرح بنية صادقة وختمة صادقة إن شاء الله. ولا سنة قطعته واعتذرت؟ لا الحمد لله سنة على سنة يتحسن هذا الموكب إن شاء الله ويمشي نحو الأفضل. الزوار ملايين. الزوار نعم احنا الحمد لله رب العالمين. أول شيء هذا الإعجاز الإلهي الذي متصل يعني بخدمة الحسين سلام الله عليهم أجمعين، أنه ما يحتاجون شيء حقيقة مهما كثرت الزوار. يفيض إن شاء الله. حبيبي اتمنى لك صحه وعافيه. رحم الله والديك. شلون سيد حازم هنا يمك؟ رحم الله والديك. وين سيد حازم؟ يحفظك سيدنا. جزاكم الله خير. سيد حازم شلون الشباب؟ شلون اخوي؟ تعال تفضل. وين هذا صاحب؟ وين الشيخ؟ شلون الله؟ شلون اخوي؟ الله يحفظك ويرحم والديك. حياكم الله. بين الطباخ مالتكم؟ يعني تقريبا جوكر مال الموكب كله. احكي لي بالله جهود الشباب شلون جاي تلمون؟ شلون جاي تجتمعون على الموكب؟ الحمد لله والشكر احنا تقريبا صار 15 يوم بالضبط متتاليه الغداء وجبه الغداء والعشاء والحمد لله والشكر الخدام حيل من الله وبهم الخير ان شاء الله والبركه ولا يزال هم قوتهم بقوه الحسين سلام الله عليه. شنو جاي توزعون يوم اليوم؟ هذا وجبه الكباب وقاص والحمد لله والشكر حلقه اسماء الله ما شاء الله. المواكب سنه عن سنه
حقيقة أنه هذا التنافس أشوفه يجنن يعني بالعزوبية. قطعا هي هاي التنافس في سبيل سيد الشهداء سلام الله عليه وخدامه وزواره، وكل اليوم المواكب هي شو تقدم للحسين هي قليل، وضح الفكرة؟ شو تقدم لسيد الشهداء فهو قليل. فالحمد لله والشكر هاي الجهود من الخدمة والزوار والمتبرعين، أكو بعض الناس المتبرعين هم جزاهم الله خير جزاء المحسنين، فالحمد لله والشكر يعني خدمتنا خير من الله. الباقي أيام يعني خمسة أيام ستة وتنتهي تقريبا، بعد احنا أربعة أيام بالضبط احنا المشاية من يمنا تخوف بعد يصير علم سيد عزدون مو؟ تعزلون بعد أربعة أيام بالضبط، أربعة أيام نعزل نروح نزور نكمل زيارتنا مشي ونوب نرجع، بس اليوم الأخير يخنق خصوصا الخدام. طبعا هاي الخدام كلها تظل تبكي هنا يعني كأنما فد شيء يعني انفقد من عندها، يعني أنت تدري من سنة السنة من سنة السنة احنا هاي العشرة أيام أو الخمسطعش يوم هي خدمة، فإن نتحصر عليها أكو تحصر بالموضوع، وضح الفكرة؟ بأنه اليوم نخدم إمام معصوم سيد الشهداء، وهذا كله معاناة ومواساة للسيدة زينب سلام الله عليه، لأن يعني هي الأربعينية مواساة للسيدة زينب والإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذا أقل شيء ما نقدمه، وأقل للسيدة زينب مو للإمام الحسين. الله عاشت الليالي. الحمد لله والشكر، جزاكم الله خير، حياكم الله يا ميث. أنا اللي عرفته يمكن رادود؟ لا لا. وين الملة مالتكم؟ زين يلا تعال تعال شباب، طبعا راح يسوي لنا مجلس عزاء، بس تعال تقدموا لهنا يلا. شو محضر؟ احنا غير حسين ما عندنا وسيله، والذنوب هواي جفتها ثجيله. احنا غير حسين ما عندنا وسيله، والذنوب هواي جفتها ثجيله. وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه ارانا فيه جميعا. احنا غير حسين ما عندنا وسيله، احنا غير حسين ما عندنا وسيله. اللهم يبارك فيكم ويوفقكم ان شاء الله. الله يسلمكم. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني احنا غير حسين ما عندنا وسيله، خصوصا انه قدام سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين ناس تنتظر هاي الايام من سنه الى سنه اخرى، في سبيل انه هاي الثمان ايام العشره يخدمون بها، لان يعتبروها ايام ما تعوض بالسنه، بالتالي هم على مدى سنوات ينتظرون هاي الايام. ف مثل ما سمعتوا احنا غير حسين ما عندنا وسيله، وبالتالي انه الزوار والخدم كلهم صوب سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين وكربلاء قبلة الاحرار. متواصلين وياكم، خليكم معنا.